نبدأ بحضراتكم بكأس العالم وحصول النادي الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، واخد رأي حضراتكم. طبعا يا عيني النادي الأهلي، يا عيني يا عيني يعني يعني صعبانية حلوة البداية دي والله، لأن أنا كاتب حاجة بالمعنى ده، إنه الفترة الأخيرة كان في نغمة غريبة جدا، انه يا جماعه ايه البتاع البرونزيه رابع حديد مره، البرونزيه دي يعني ما تاخدوا حاجه احسن من كده. فانا شايف انه يعني اول حاجه جت في دماغي يوم مباراه البطل اليابان اوراوا، اللي هي دي حته ايه، انه يا جماعه النادي الاهلي ده يا اخي غلبان جدا، غلبان بياخد الميداليه البرونزيه الرابعه في كاس العالم، يعني ما انتوا مش عارفين، لا ما انتوا مش مش عارفين قادر ياخد مش هياخد ياخد الفضية الاول ولا تاني، ولا ياخد خلي بالك الذهبية. بقى شوف بقى فيعني طبعا اداء انا بشوف ان هو على مستوى المسؤولية جدا، اداء فني طبعا نتكلم طبعا جد بقى يعني، دي بس كانت دعابة احسن حد يفتكرها لا يا بجد ريس، لا يعني. يا ريس، ما هو خلي بالك اصل الاستوديوهات الكوميديا كتير سواء جوه مصر، ده احنا اكتشفنا استوديوهات الكوميديا بره مصر كمان. والله ما بهزر، شفناها. استوديو قال لك اسوأ 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 اسوأ، طب ما قالش افضل 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 طب ليه؟ وانت ليه؟ على فكره كل الاسوأ ده له افضل يعني، لا وغير كده انت باصص عشان عايز ابص للاسوأ، للاسوأ، يبقى انت عايز تعمل ايوه كده. عشان انا عايز ابوظ حاجه. فطبعا النتائج لوحدها هي بتجيب عن الامر يعني. صحيح. فالنادي الاهلي حقق في هذه البطوله انجاز جديد، صحيح. مهما كان يقال من محاولات للتقليل من هذا الامر، وده اعتقد انه هو رد على الكثير من الانتقادات اللي كانت موجهه للعيبه وللمدير الفني مارسيل كولر. ايوه الحقيقه في الفتره اللي فاتت فتاوي، انا سمعت فتاوي كتيره جدا جدا، فتاوي حتى وحكاوي، النهارده. نعم فتاوي وحكاوي. ايوه حتى انا حتى النهارده في المؤتمر الصحفي اللي هو عامله عشان استعدادا لمباراه سيراميكا كليوباترا، مين كولر؟ كولر اوكي، قال يعني ما هو لاحظ ملاحظه انا شخصيا وكلنا ملاحظينها، ان احنا عندنا الانتقادات في الارض والسماء، يعني يا اما تجيب مفيش حاجه المدرب حلوه واللعيبه الارض ويبقى اسوأ مدرب في العالم واسوأ لعيبه في العالم، يا اما تطلعهم السماء. صحيح. فلازم يكون برضو في موضوعيه شويه في التحليل. التحليل والتقييم. صحيح. ما تبقاش العمليه مرتبطه انه فريق مثلا ما قدرش يكسب النهارده كويس يبقى وحش، وهو هو نفس الفريق اللي بكره يكسب ويحرز اهداف ويضيع فرص كتيره جدا، عشان الناس تقتنع بس ايه، ان الامور محتاجه شويه قليل من الهدوء وقليل من الموضوعيه في التقييم، انما مش هتلاقي في مجموعه من الناس يا كابتن اسلام مش عايزه تبقى موضوعيه.